السيد السيد المهندس عبد الخالق ابو علاج المشرف سامحني المشرف العام لاعتصام القسمه. مرحبا بك سي عبد الخالق. الله يبارك فيك. عايش خويا. يعيشك بارك الله فيك. كيفاش الاجواء وكيفاش تقبلتوا البيان هذايا في القسمه؟ والله اعتصام القسمه يعتبر ان ما جاء في خطاب الرئيس المؤقت هو شيء يعني التمشي كان جيد، واحنا مع هذا التمشي وهذا طلبنا به احنا على خلي انقاذ البلاد، واحنا الوقت الحاضر مجتمعين على اساس باش نصدر بيان. هذا البيان نذكر فيه في خطه عريضه ان معناها اعتصام القسمه سوف يعلق ابتداء من غدا نعملوا فرحة كبيرة بلسة 28 جويليا. المعتصمين كانوا أطردوا، فيهم اللي مات وفيهم اللي توقف وفيهم اللي جرح. المرة هذه المعتصمين معناها باش يروحوا منتصرين والحمد لله، وهذا بشرى لتونس، وباش يكونوا طرف في يعني طرف في الهيئات اللي باش تقع في المستقبل ان شاء الله. يعني نفهم سي عبد الخالق كونه الاجواء مش تكون غدوه، مش تكون اجواء احتفاليه. الجمعه اللي فاتت اعلنا جمعه الغضب. نعم. وغدوه جمعه الفرح. جمعة الفرح، نعم. وخاصة أنه التونسي جمعة النصر خاصة أنه احنا التونس الكل الحقيقة نهار اللي من عليه هرب كان معاها الكوفر فو وكانت معاها برشا حاجات قيدت وما خلتش الفرحة تخرج للشارع التونسي. ربما غدوة تكون الفرحة كبيرة وعارمة في القصبة. إن شاء الله. سي عبد الخالق نشكرك برشا. الله يبارك فيك. الله الموفق يا سيدي، يعطيكم الصحة.